طيب تعالوا نروح دلوقتي للبدرشين، لأن البدرشين في محافظة الجيزة، هناك هنتعرف على مبادرة تعليم الفتيات والسيدات للنول. المبادرة دي اتعملت مخصوص لبنات قرية يعني من قرى البدرشين علشان يبدأوا بيها مشروعاتهم في 2023. تعالوا نتابع هذا التقرير. لما أطلقنا على المركز هنا كلمة استدامة، كان هدفنا إن إحنا نحافظ على الموارد ونساعدكم ما نأثرش على البيئة وما نساعدش في حصول تغيرات مناخية ضارة. الأنوال كلها يا باشمهندسة يدوية، بتشتغل بحركة برجليك وبإيديكو مش بمواتير، مظبوط؟ ده معناه إيه؟ معناه إن الآلة اللي أنتوا بتشتغلوا عليها صديقة للبيئة. انا ببيع خضار جنبي المكان هنا عشان جوزي متوفي وبربي 3 اطفال، وعرفت صدفه ان المكان دوت بيعلموا نسيج وكلام من دوت. جيت اتعلمت، وبصراحه الفضل كبير جدا ليهم اللي احنا نقدر نتعلم مهنه، والمهنه دي ممكن ناخدها في البيت ونربي اولادنا منها واعلمهم كويس، واقدر اصرف عليهم ما احتاجش لحد. انا كنت اخدت شهاده ثالثه اعدادي، واخواتي ما رضوش يخلونا اكمل تعليم، فكنت عايزة أشتغل شغلانة أساعد والدتي ووالدي، فماما ما كانتش راضية إن أنا أروح مكان بعيد. فلما لقيت فرصة اللي هو سمعت عن المكان ده، مركز الصناع الخير، بيدونا محاضرات عن مثلا الأنوال، الخيط بيدخل إزاي، التنزيلة، اتعلمت أعمل كليم وكوفرتاية. لما أخد النول في البيت هقدر إن أنا أجهز نفسي وأساعد والدتي ووالدي، ويعني أعمل حاجة كتيرة. من قبل 8 شهور ما كنتش عارفة حاجة خالص في النول، وعارفة حاجة خالص في الشغل. دلوقتي بطلع يعني كليم في اليوم، وبطلع كافرتة في اليوم، والشغل مش متعب. مبسوطة اللي أنا بصراحة في شغل زي دوت موجود، اللي أنا أقدر ما بتحكش بحد في الشارع وكده، اللي هو أقدر يلمني في بيته وفي وسط عيالي. عشان ببيع خضار وببيع حاجات في الاسواق كده. فلما جيت قررت ان اقعد في البيت، جوزي قال لي لا لازم تقعدي في البيت ساعات، عايزين حاجه يعني ناكل منها عيش بس في قلب بيتنا، يعني عشان خاطر ولادنا ثانويه عامه ومش هينفع ان انت تروحي سوق او تروحي هناك. سمعت ان في جمعيه عندنا في المؤسسه، فسالت فين المؤسسه. رحت قابلتني طبعا الاستاذه نوره بكل احترام وكل تقدير، وشرحت لي انه فيها نول هيجي هنا كذا مكنه وكذا نول كده هتشتغلوا عليه وهنعلمكم، في مدربين هيجي لكم من سوهاج هتعلمكم، ما تخافوش وخلي قلبكم جامد. مؤسسه صناع الخير هتقوم معاكم بكل حاجه من اول ما تبتدي المشروع لحد ما يسلموا لكم فيكم. فصراحه رحت لقيت صناع الخير فعلا جايبين لنا انوال جميله والخيوط شغاله والناس محترمه من سوهاج جايه تبع صناع الخير، تابعونا خطوه بخطوه خطوه بخطوه من اول ما بدانا المشروع من 7 ابريل لحد النهارده، وهم متابعينا ووصلنا لحد دلوقتي. انا بتمنى ان انا استلم النول باذن الله، هيساعدني كتير في حياتي مع اولادي وفي المعيشه، واحسن حاجه ان انا مش يعني هفتح مشروع في بيتي، مش هضطر ان انا اروح السوق زي ما كنت بروح الاول، او اضطر ادور على سوبر ماركت او دكان اجره عشان اشتغل فيها، ابقى في بيتي مش هتعب في اي حاجه. التسويق هم هيجيبوا لي وهياخدوا مني يسوقوا لي الشغل، الحمد لله. سنة 2022 والله غيرت كتير في حياتي. أنا فعلا كنت جوزي كان رافض موضوع الشغل تماما، ورافض إن أنا أطلع بره البيت،
بس انا كنت ماشيه في المواصلات وسمعت عن المشروع بتاع صناع الخير ده ان هو عامل لنا مركز استدامه في مركز البدرشين في نزله الشوبك، ان هو ايه موفر لنا حياه كريمه وان احنا نشتغل نتدرب في المشروع ده وبعد كده يسلموا لنا العنوان على الطريق بيوتنا ويستلموا مننا الشغل، نشتغل في بيتنا ويستلموا مننا الشغل، وهم كمان يعني موفر لنا فرص هايله جدا ان هم ياخدوا مننا الشغل وهم اللي يسوقوا بمعرفتهم. فقررت ان انا اروح واجرب، وفعلا رحت ان انا طالعه من بيتي ان انا اتدرب في المركز ده، ان انا رايحه اتدرب لقيته فعلا مركز تدريب وفي نفس الوقت بيدونا اجر على التدريب اللي احنا بنتدربه ده، انا ما كنتش متوقعه ان احنا هناخد اجر، لقيتهم بيدونا اجر والاجر ده فرق معايا كتير قوي في حياتي وفي عشتي، وان شاء الله هيفرق اكتر لما استلم منه ياخدوا مني الشغل. ان شاء الله باذن الله لما يجي النول باذن الله هعلم ولادي عليه، انا عندي تانية سنة وتالتة سنة واعدادي هعلمهم في الفتره اللي هي بين الدروس او في الاجازات يتعلموا عليه، هيطور معايا في بيتي هيزيد في الدخل معايا، وان شاء الله نتطور وهنبقى عندنا بدل النول 2 و3. اخر الشهر ده باذن الله هيجيبوا لنا النول البيت وهيسلمونا النول على بدايه السنه الجديده، وهتبقى الشغل هيبقى في بيتي وهياخدوا الشغل من بيتي.